مثمنا مواقف روسيا، دكتور الجعفري يدعو لمشاركة دولية فاعلة بإعمار العراق ويشيد بتطور علاقات بغداد وموسكو. بهدف اجتثاث الإرهابيين والانفصاليين تشكيل غرفة عمليات خاصة في كركوك واتهام كردستان بزعزعة استقرارها. كالمعتاد مجلس النواب يخفق بحسم مصير الموازنة وتمريرها رهن اجتماع الرئاسات الثلاث. الإرهابيون يجددون استهداف معبر الوافدين في الغوطة الشرقية وترقب حذر يسود الهدنة. وكنيسة القيامة تعيد فتح أبوابها والفلسطينيون يتصدون لاعتداءات الاحتلال في الخليل ورام الله. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من شاشة بلاد مشاهدينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في تفصيلاتها أكد الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية أن العراق يتمتع بعلاقات إيجابية مع دول الجوار رغم الخلافات بين تلك الدول. الدكتور الجعفري خلال مؤتمر صحفي في موسكو قال إن العراقيين انتصروا على الإرهاب وأن العالم وقف إلى جنبه في تحقيق تلك الانتصار. التطور واضح، العلاقات السياسية بينما كان عليه العراق سابقا ومن قطيعة أطبقت على دول العالم ضد العراق، بينما الآن العراق يتمتع بعلاقات ممتازة ومتميزة بيننا بين دول الجوار الجغرافية رغم التفاوت بين هذه الأنظمة، تركيا ونظام الليبرالي الإسلامي وإيران نظام ولاية الفقيه والسعودية نظام ملكي والأردن نظام ملكي والكويت نظام أميري وسوريا نظام جمهوري والأردن كذلك نظام ملكي، مع ذلك العراق يقيم علاقات مع كل هؤلاء. قبل فترة قصيرة انتصر العراقيون مبتهجين ومحتفلين بانتصارهم على الإرهاب، ووقف العالم كله إلى جانبنا. الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية أكد أن العراق كرس اهتمامه لإعادة إعمار المدن التي دمرها داعش، داعيا للمجتمع الدولي إلى مساعدة العراق بإعمار مدنه. نكرس اهتمامنا لإعادة بناء العراق، وبكل تأكيد لا نستطيع لوحدنا. العراق لوحده قام بعملية التحرير، جنوده على الأرض تولت عملية التحرير وقدم عدد كبير من الضحايا من الشهداء وعدد أكبر من الأيتام وعدد من الثكالى من الآباء والأمهات، لكن بناء دولة العراق يتطلب جهدا دوليا مكثفا داعما للعراق حتى يستطيع أن يستعيد بناء. كما ثمن الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية موقف روسيا الداعم للعراق في مختلف المجالات. روسيا أنها وقفت إلى جانب العراق بظروف الصعبة ومدت يد المساعدة، سواء كان على مستوى الدعم السياسي والدعم الأمني من خلال الحوارات التي حصلت في اللجنة الرباعية وتبادل المعلومات، والمعلومات بالنسبة لعموم الحروب مهمة ومهمة جدا، خصوصا عندما تكون الحرب حرب الإرهاب، لأن هذه حرب غير تقليدية. مسألة رصد الدواعش ورصد الإرهابيين حركتهم من بلد إلى بلد حتى يصلوا إلى العراق نحتاج إلى مزيد من المعلومات، لذلك تأتي اللجنة الرباعية التي يكون العراق وتكون روسيا عضوين فيها، تكتسب أهميتها من خلال أهمية المهمة الأمنية التي تدخل في مواجهة الإرهاب. كما حضر الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية من اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب الصراعات التي تشهدها المنطقة. ونحن نعتقد أن الآن العالم مدعو أكثر من أي وقت آخر لتجنب الحروب والابتعاد عن شفا الحرب. نحن الآن على شفا حرب عالمية ثالثة، حروب في منطقة الشرق الأوسط، حروب في مناطق أخرى بالعالم، وكلها تتسبب بهدر أعداد كبيرة من المواطنين وهدر دمائهم
ونتصور أنه هذا لا يدخل في مصلحة أحد. بحضور إعلامي وسياسي مميز، عقد الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية في العاصمة موسكو مؤتمرا صحفيا في ختام زيارته، شرح فيه أبعاد التعاون العراقي الروسي المتنوع وانعكاسه على تعميق العلاقات بين البلدين. كريم المظفر. تطلع العراق لبناء وتقوية قوته العسكرية ليس بمنطق عسكرة المجتمع أو الهجوم على أحد، إنما بمنطق الأمن الوقائي، هو ما أكد عليه وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده في ختام زيارته لموسكو على رأس وفد لاجتماعات الدورة السابعة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي في وكالة أنباء ريا نوفستي، بحضور مميز من الصحفيين والمحللين السياسيين الروس وشبكات التلفزة العربية والروسية والأجنبية. ما يتعلق بالجانب العسكري، العراق يتطلع إلى تقوية البنية العسكرية ليس بمنطق عسكرة المجتمع ولا بمنطق الهجوم على أحد، وإنما بمنطق الأمن الوقائي ودفع الخطر الحروب التي وقعت عليه. الدكتور الجعفري أثنى خلال المؤتمر على أعمال الدورة السابعة ونتائجها في المستقبل القريب، في حين يرى المحللون السياسيون الروس بأن لدى العراق وروسيا احتياط كبير يساعد على تطوير العلاقات بينهما، خصوصا بعد أن استعاد العراق الوضع الأمني والسياسي واستعداد الشركات الروسية لتوسيع هذا التعاون. تناولنا ملفات متعددة ذات طابع سياسي واقتصادي وأمني ومجتمعي حتى وثقافي، ومن خلال المسؤولين الكثر اللي التقيناهم هنا في موسكو. بنفس الوقت التقينا أيضا مع المجتمعيات العراقية، وكانت أيضا بعض الشخصيات اللي تحدثنا معها أيضا هي معنية بهذا الاهتمام، الاهتمام السياسي. كلها صبت باتجاه واحد وبوصلة واحدة، هو تعميق العلاقات العراقية الروسية والخروج بأفضل النتائج التي تنعكس على البلدين. وأنا أمل أن تكون هذه الزيارة بداية انعطافة لمزيد من الزيارات من الطرفين إلى العاصمتين، الطرف الروسي لبغداد والطرف العراقي لموسكو. لدى روسيا والعراق احتياطي كبير من المشاريع التي يمكن تنفيذها، واجتماعات اللجنة الأخيرة وسعت تعاون الشركات الروسية في مجالات الطاقة والصناعة والكهرباء، بالإضافة إلى التعاون في المجال العلمي، حيث تم الاتفاق على زيادة أعداد الطلبة الراغبين بالدراسة في الجامعات الروسية. الجانبان العراقي والروسي في اجتماعات الدورة الحالية شددوا على أن توسيع التعاون بين موسكو وبغداد نابع من الرغبة المشتركة والنوايا الصادقة في مواصلة هذا التعاون في المجالين العسكري والاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي. استعادة العراق للاستقرار السياسي والأمني من وجهة نظر المراقبين هنا حفز الشركات الروسية للمشاركة في حملة إعادة إعمار العراق بعد أن زال التخوف الأمني لديها. كريم مظفر، قناة بلادي، موسكو. مشاهدينا، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعي مباشرة من محافظة النجف الأشرف عضو تيار الإصلاح الوطني الدكتور محمد الشكري الجبوري. كل التحية لك دكتور من على شاشة بلادي في نشرة أخبارها. يعني أتساءل عن الفائدة التي ستعود على العراق جراء زيارة الدكتور إبراهيم الجعفري إلى روسيا. تفضل دكتور. تحية لك سيد الفاضل، تحية لجميع مشاهدي قناة بلادي، تحية للعراقيين جميعا. أقول أحبتي جميعا، مساءكم وطن، مساءكم عراق. كل التحية. لا ننسى أن مثل هذه الزيارات تولي، الله يحفظك، لا ننسى تماما أن مثل هذه الزيارات تولي وتحتاج إلى رعاية مهمة جدا من الحكومة العراقية بوصفها، وبعد استقرار الأوضاع الأمنية واستقرار الوضع السياسي العراق فإنها ستساهم وبشكل فاعل في إعادة الصناعة الوطنية العراقية وإعادة محاولة الزراعة العراقية إلى ما كانت عليه وإعادة العراق إلى الساحة العالمية من جديد وإبدائه بأن يؤدي دوره كما كان سابقا. نعم سيدي. دكتور، سؤالي التالي لحضرتك من شقين. الأول، توقيع العراق اتفاقية مشتركة مع الجانب الروسي. الشق الأول من سؤالي، ما فائدة هذه الاتفاقية؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني، أسألك عن ثقل التعاون مع الجانب الروسي،
تحديدا بمختلف المجالات يعني. تفضل دكتور. سيد الفاضل، بالنسبة للشق الأول من السؤال، أن الفائدة الأساسية التي ستعود على العراق من هذه من توقيعه لهذه الاتفاقية مع روسيا تتمثل في إعادة نشاط الصناعة العراقية من جديد على الساحة العراقية، وجعل العراق لاعبا أساسيا في المنطقة ولاعبا أساسيا في العالم. إذن الفائدة المرجوة هي إعادة العراق إلى وضعه الطبيعي الذي كان يفترض أن يكون عليه من زمان. هذا الجانب الأول. أما عفوا الشق الثاني، الشق الثاني أسأل عن يعني كيف ترون ثقل التعاون ما بين البلدين، ما بين العراق وموسكو وبمختلف المجالات، كيف يرى الدكتور محمد شكري ثقل هذا التعاون ما بين البلدين؟ لا تنسى سيد الفاضل أن ثقل هذا التعاون بين البلدين بين العراق وروسيا ثقل له وزنه وله حجمه الذي يجب أن يكون عليه من أجل إعادة العراق إلى لعب وإداء دوره الحقيقي الذي ينبغي أن يكون عليه. نعم سيدي. طيب يا الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية أعلن أنه لا مانع من أن يتسلح العراق من روسيا. سؤالي، لماذا تصر الولايات المتحدة الأمريكية على عدم تعاون بغداد مع موسكو؟ ثمة أسباب برأيك. تفضل. عفوا هذا السؤال على مسامع حضرتك. السؤال يعني الدكتور إبراهيم الجعفري أعلن عن عدم وجود مانع من أن يتسلح العراق من روسيا. سؤالي لحضرتك، لماذا تصر الولايات المتحدة على عدم التعاون ما بين بغداد وروسيا فيما يخص مجال التسليح؟ ثمة أسباب. يا سيدي بالتأكيد السبب الأول والمهم في هذه الحالة، لا يروق للولايات المتحدة الأمريكية مطلقا أن يعود العراق ليؤدي دوره على الساحة العربية والعالمية. ثم أن الجميع يعرف ويدرك أن روسيا هي البلد أو هي الند الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية، فكيف تريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تشجع وتساعد العراق على أن يعيد تسليحه من العراق من روسيا؟ طيب يعني وصفكم إذا ما أردنا أن نصف مساهمة الخارجية، كيف يصف الدكتور محمد الشكري يصف الخارجية أو مساهمة الخارجية العراقية المتمثلة في شخص الدكتور إبراهيم الجعفري في إعادة العراق إلى محيطه العربي والإقليمي دكتور محمد؟ الحقيقة التي يجب عدم إنكارها من الجميع هو أن يبرز الدور الفعال، هو إبراز الدور الفعال والمؤثر على الساحة العربية والعالمية للدكتور إبراهيم الجعفري في محاولة جادة وساعية لإعادة العراق إلى أن يحتل الوضع الطبيعي الذي يجب أن يكون عليه. إذن عضو تحرير الإصلاح الوطني الدكتور محمد الشكري، شكر تواجدك معي في نشرة أخبار بلادي، كنت معي عبر الأخبار الصناعية مباشرة من محافظة النجف الأشرف. شكرا دكتور. كشفت لجنة الصداقة العراقية الخليجية النيابية عن عزم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زيارة بغداد خلال المرحلة المقبلة تلبية لدعوة رسمية عراقية. عضو اللجنة عامر الفايز قال أن زيارة بن سلمان تهدف للمشاركة في مؤتمر الصداقة السعودية العراقية وبحث تطوير العلاقات في مجال الاستثمار ودعم الأمن والاقتصاد، مبينا أن العلاقات السعودية العراقية تشهد تحسنا لافتا يصب في صالح البلدين وفي جميع المجالات. كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابي عن تسريب سلطات إقليم كردستان أعدادا كبيرة من الدواعش المعتقلين لديها إلى كركوك بهدف زعزعة الأمن والاستقرار. رئيس اللجنة حاكم الزاملي أكد وجود 5000 إرهابي في سجون كردستان ما تزال أربيل ترفض تسليمهم للحكومة الاتحادية، مضيفا أن إرهابيين في الحويجة أدلوا بمعلومات عن تسريب أعداد كبيرة من المعتقلين لدى أربيل باتجاه كركوك. أعلنت هيئة الحشد الشعبي قتل 8 من إرهابي داعش شاركوا بغدر مقاتلي الحشد قبل عدة أيام في أطراف الحويجة. الهيئة أكدت أن قوة من اللواء 16 التابع لها وبالتعاون مع الاستخبارات المركزية للحشد نفذت عملية نوعية في أطراف الحويجة، ما أسفر عن قتل العدد المذكور من منفذي عملية غدر مجاهدي الحشد في منطقة السعدونية بأطراف قضاء الحويجة.
شكلت غرفة عمليات خاصة لمتابعة الملف الأمني والقضاء على الخلايا النائمة في مدن محافظة كركوك، وذكرت قيادات أمنية أن مهمة الغرفة ستركز على الاستعداد لصد أي هجمات مفاجئة قد يشنها الإرهابيون، فضلا عن التركيز على مطاردة جيوب المسلحين الذين يتمركزون في كركوك ومحيطها، لافتة إلى أن قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي بدأت منذ الليلة الماضية بمعالجة الأهداف الإرهابية. حمل رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي إقليم كردستان مسؤولية عمليات الاغتيال التي طالت كوادر جبهته في الآونة الأخيرة. الصالحي في تصريح خاص به بلاد الفضائية طالب الجهات الأمنية بوضع حد لهذه الأعمال الإجرامية. هزمة على مقرات الجبهة التركمانية واغتيالات سياسية على كوادر مستهدفة انتخابيا، البعض لديه أجندات سياسية. يعني أولا نحمل أربيل بالدرجة الأولى لأنهم هددونا بشكل مباشر أنه بشكل أو بآخر، وبعدين أكو مجموعات إرهابية هؤلاء وداعش يستغل هذا التنافس السياسي فيما بيننا، هذه من الخطأ. يبقى على الدولة إيش راح يعمل، الحكومة إيش راح تعمل. احنا نطلب ننتظر من الدولة إجراء قوي بهذا الخصوص وتعزيزات أكثر للجيش بدلا من صنوف أخرى. كما اتهم النائب التركماني السابق فوزي أكرم ترزي أطرافا في القيادة الكردية بالتواطؤ مع داعش الإرهابي لتهديد أمن كركوك. ترزي أوضح أن الكرد يريدون إعادة الأوضاع في المحافظة على ما كانت عليه قبل 17 من تشرين الأول، مستبعدا إيجاد توافق بشأن كركوك بسبب وجود جهات كردية تعمل مع إرهابي داعش بالتنسيق مع الانفصاليين لزعزعة استقرار المحافظة. محافظة كركوك تشهد بين الحين والآخر هجمات إرهابية من قبل داعش والانفصاليين. سياسيون حذروا من وجود مخططات للسيطرة على حقول النفط وزعزعة استقرار المحافظة. تشهد محافظة كركوك بين الحين والآخر هجمات إرهابية من قبل داعش والجماعات الانفصالية. هذه الهجمات دفعت الأوساط السياسية إلى إطلاق تحذيراتها من وجود مخطط لدى داعش للسيطرة على حقول النفط في المحافظة. النائب عن الجبهة التركمانية حسن توران دق ناقوس الخطر بشأن مستقبل الأمن في المحافظة مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات وتزايد عمليات الاغتيال والاستهداف لقيادات من الجبهة التركمانية، مطالبا القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل المباشر لمنع انهيار الأمن. أما السياسي التركماني فوزي أكرم ترزي حذر من مخططات الإرهابيين وبالتعاون مع الانفصاليين في المحافظة للسيطرة على حقول النفط فيها، داعيا الحكومة إلى إعادة قيادة عمليات كركوك مدعومة بقوات الحشد الشعبي، وذلك لتمشيط المناطق المحاذية لحدود إقليم كردستان، مشيرا إلى أن هذه الجماعات الإرهابية تسعى لإفشال الانتخابات وبمسميات مختلفة. محافظ كركوك راكان الجبوري أكد أن هناك خلايا نائمة تقوم بهجمات شبه يومية في المحافظة لزعزعة الأمن والاستقرار فيها، مشيرا إلى أنه في حال تأخر القضاء على تلك الخلايا فإنها ستبقى مؤثرة على أمن المواطنين. فيما أشار عضو مجلس المحافظة نجاة حسين إن استمرار الهجمات الإرهابية على المحافظة يعد مؤشرا على أن تهديد داعش ما يزال موجودا وأن عمليات تطهيرها غير مكتملة. هذا وتقوم العصابات الإرهابية والمجامع الانفصالية بعمليات إرهابية بهدف زعزعة الوضع الأمني في كركوك، مع مطالبات مستمرة لإطلاق عمليات عسكرية في محيط المدينة لتطهيرها بالكامل. مشاهدينا، ولمزيد من التفاصيل ينضم لنا عبر سكايب مباشرة من محافظة كركوك نائب رئيس الحركة القومية التركمانية الأستاذ عباس البياتي. كل التحية لك أستاذ عباس من على شاشة بلادي في نشرة أخبارها. يعني أصابع الاتهام سيد الفاضل تشير إلى قادة كردستان بدعم الإرهابيين في كركوك وضرب استقرار المحافظة. سؤالي، إلى ماذا يهدفون بالضبط؟ لك الكلمة. بداية أرحب بكم بقناتكم الكريم وبجمهوركم الكريم. حياك الله. لتحت هذه الفرصة. الحقيقة أنه كركوك
اليوم تعيش على على فوهات بكرات. نعم. فلا لا تمر يوم واحد إلا وفيها عملية إرهابية تستهدف بالذات المكون التركماني. وكذلك هناك عمليات لمجرمي داعش تعرض لقطاعات لعدد من القطاعات من الحشد الشعبي ومن اللواء 16 التركماني. فاليوم اليوم صباحا في الفجر تعرضت قوة من مجرمي داعش إلى قوات اللواء 16 التركمانية، والنتيجة كانت استشهاد أحد أبطال من فوز بشكير وقتل العديد من ومن عناصر داعش. هذه الاستهدافات المستمرة تدعمها شيئان. الأول أنه التصريحات التي تصدر من القيادات الكردية والتي تؤجج الوضع في كركوك، تؤجج الوضع الأمني وتشير إلى الوضع الأمني في كركوك، حيث أن هذه التصريحات يتهم القيادة العراقية بأنها محتلة لكركوك، وأن الجيش الموجود في كركوك هي جيش احتلال، وكأنها هي دولة وكركوك تابعة لدولة دولة محتلة من قبل الجيش العراقي. هذه تصريحات مرفوضة جملة وتفصيلا. والشيء الثاني الأهم أن أكثر القيادات الأمنية كانت في السابق في زمن البعث الماضي في زمن النظام المقبول كانت من خارج كركوك، واليوم القيادة العراقية تعيد نفس الخطأ. فمثلا هناك قيادات أمنية تحتل مناطق أمنية في كركوك ليس لها دراية بمناطق كركوك وبحارات كركوك وبمحلات كركوك وبأهل كركوك، لأن قديما قالوا أهل مكة أدلى بشعابها. فمن المفروض أن يكون قيادات الأمنية من أهل كركوك حتى يحافظوا على الأمن بشكل دائم في كركوك. فبالأمس القريب استهدفت مقر الجبهة التركمانية في منطقة المصلى، مع العلم قيادات أمنية في كركوك لا يعرفون أين يقع منطقة المصلى. وبأمس ليلة في الساعة 9:30 تقريبا استهدفت أنا شخصيا من قبل دراجة مفخخة كلفتنا أضرار مادية، والحمد لله أضرار جسدية بشرية غير موجودة. هذا يدل كلها على أن الأمن في كركوك نوعا ما غير مستقر. والنية في هذه العمليات الإرهابية هي إفشال العمليات من طيب. أستاذ عباس، عذرا لملاحظة، يعني رب سائل يسأل، يعني إذا أنت أشرت أنك قلت أن أهل مكة أدرى بشعابها، طيب عندما تأزمت الأمور في كركوك سيد الفاضل لماذا استغاثت بعض القوات الأمنية ببغداد؟ يعني لماذا المفروض يعني على كركوك بكل قواها الأمنية أن تصد الهجمات، لماذا استغاثت ببغداد؟ رب سائل يسأل. هذه القوات اللي كانت موجودة، هذه القيادة اللي كانت موجودة، وهي بالتأكيد جاءت لنصرة هذه القوات الموجودة وبالتالي استتباب الأمن وفرض القانون. أستاذ عباس، لا لا لا، القيادات الموجودة في السابق قبل 16 أيضا كانت لم يكونوا من أهل كركوك. نعم نعم. أنا قصدي هنا الجيش الذي دخل، صحيح أعاد الأمن والاستقرار في كركوك، ولكن قيادات أمنية موجودة حاليا في كركوك من خارج كركوك، كان يعني وبالتالي لا يعرفون جغرافية المنطقة ولا ما هي من الرمادي. نعم. الرمادي أو من صلاح الدين. طيب. الرمادي أو من صلاح الدين، مع العلم نحن لدينا ضباط وقيادات أمنية كفوءة ويمكن الاعتماد. بالتأكيد. بالتأكيد. وباب الأمن. بالتأكيد. أستاذ عباس، من ضمن إجابة حضرتك قادني إلى سؤال، يعني ألم يكن الأجدر بالكرد أن يتعايشوا مع العرب والتركمان وبقية مكونات كركوك بدلا من ضرب أمن المحافظة واستقرارها، برأيك لماذا؟ الحقيقة يعني خلينا لا نتهم الكرد بشكل عام، فالكرد والتركمان والعرب متعايشين منذ زمن بعيد بوئام وبسلام في كركوك. هناك جيوب من الانفصاليين الذين يريدون زعزعة الأمن والاستقرار في كركوك، وكذلك من داعش، من منظمة داعش
وهي مدعومة أيضا من هؤلاء الانفصاليين. نعم. وإلا الكرد موجودين في كركوك منذ أجل بعيد، من زمن بعيد، وهم متعايشون في وئام وأخوة بين جميع مكونات كركوك. فلهذا طلبنا استقبال الأمن، طلبنا كثيرا بزيادة القوات الأمنية الموجودة في كركوك وتعزيز القوات الحالية الموجودة وجلب قوات من الحشد الشعبي لتطهير المنطقة المناطق المحيطة بكركوك وخاصة في الحويجة والرياض. الحويجة تم تحديدها. نعم. طيب أستاذ عباس، رغم كل ما تقدم من إجابة حضرتك مشكورا طبعا، ما الذي تحتاج المحافظة بالضبط لاستتباب الأمن بشكل نهائي في المحافظة؟ المحافظة بحاجة إلى قوات أمنية إضافية من الشرطة الاتحادية أو من الفرقة الذهبية أو من قوات مكافحة الإرهاب أو من الجيش العراقي أو من الحشد الشعبي، بالإضافة إلى أن هناك قيادات مديريات أمنية معلوماتية استخباراتية ثابتة كالأمن الوطني وكجهاز الأمن الوطني وكجهاز الاستخبارات وجهاز المخابرات. يجب أن يكون قياداتها من أهل كركوك حصرا، قافية كركوك معروفة لديها. اليوم جهاز الأمن الوطني يديرها شخص من أهل الرمادي، مع احترامنا واعتزازنا لشخصه الكريم. تقصد في كركوك أستاذ عباس؟ نعم. تقصد في كركوك أن من يدير جهاز الأمن الوطني من أهل الرمادي وليس من أهل كركوك؟ نعم في كركوك مدير الجهاز الأمني، مع احترامنا واعتزازنا للشخص الكريم، هو من أهل الرمادي وليس من أهل كركوك. وكذلك الحال بالنسبة للمخابرات، مخابرات في كركوك، جهاز المخابرات في كركوك، مع احترامنا واعتزازنا للشخص الكريم، هو من أهل تكريت ليس من أهل كركوك. فهذا يؤثر سلبا على الوضع الأمني في المنطقة. نائب رئيس الحركة القومية التركمانية الأستاذ عباس البياتي، شاكر تواجدك معي في نشرة أخبار بلادي، كنت معي عبر سكايب مباشرة من كركوك، شكرا أستاذ. اعتبرت حركة تغيير الكردية المرحلة الحالية من أسوأ مراحل إدارة الحكم في إقليم كردستان العراق. القيادي في الحركة كاروان هاشم حمل رئاسة الإقليم مسؤولية سوء الأوضاع السياسية التي يتعرض لها الكرد، معتبرا المرحلة الحالية أسوأ تجربة إدارة للحكم في كردستان العراق على الصعيدين الداخلي والخارجي، مؤكدا أن الحركة مصرة على تعديل قانون رئاسة الإقليم. أعلن نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قباد طالباني حذف 50,000 اسم وهمي ضمن سجلات رواتب الموظفين. طالباني قال إن أربيل تمكنت من حذف الأسماء الوهمية في سجلات موظفي الإقليم خلال عملية التدقيق في التسجيل البيومتري، مناشدا الحكومة الاتحادية بصرف الرواتب المتأخرة لكردستان وحل الأزمة بين بغداد وأربيل سريعا. أكد النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن الويزي سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود برزاني على 6 وحدات إدارية في نينوى. الويزي في مؤتمر صحفي شدد على أن السكان العرب في المناطق المتنازع عليها ما زالوا يعانون من الآثار التعسفية للسياسة التي مارسها هذا الحزب. وحدات إدارية المحافظة نينوى تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني هي قضاء الشيخان ونواحي القوش وفايدة والفاروق زليكان وديبقة والقوير، فضلا عن قرى عربية تتبع نواحي ربيعة هي قرى المحمودية والسعودية والقاهرة والصفية، وكذلك القرى العربية التابعة للخازر، وسكان هذه القرى ممنوعون من العودة إليها. ولا زال السكان العرب في المناطق المتنازع عليها بصورة عامة وفي ناحية زمار على وجه الخصوص لا زالوا يعانون من الآثار التعسفية لسياسة التكريد التي كان يمارسها الديمقراط الكردستاني، حيث استغل الحزب الديمقراطي سيطرته على ناحية زمار قبل تحريرها، فمارس ضغوطا على القضاء أفضت إلى إصدار المئات من مذكرات القبض بحق السكان العرب من الذين يملكون دورا سكنية في مركز ناحية زمار. أعلنت هيئة النزاهة صدور مذكرة استقدام بحق محافظ نينوى الحالي نوفل العقوب. بيان الهيئة أوضح أن الأمر صدر من محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في نينوى. في سياق آخر، أعلنت هيئة النزاهة عن تنفيذ عملية ضبط بحق رئيس مجلس قضاء سامراء وأربعة من أعضاء المجلس ومدير بلدية القضاء بتهمة ترويج معاملات تأجير قطع أراضٍ بقيمة تبلغ
أكثر من 3 مليارات دينار. بدأت القوات الأمريكية التحرك في قاعدة الجيارة جنوب الموصل مع تزايد أعداد جنودها هناك. علي دودح قائم مقام قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين كشف أن أعداد القوات الأمريكية في قاعدة الجيارة جنوب الموصل تتراوح من 2000 إلى 2500 جندي وأن تحركاتهم أصبحت واضحة للعيان. بجانب آخر كشف دودح عن انخفاض تحركات داعش قرب جبل النمل نسبيا في المنطقة بسبب تحليق الطيران الحربي العراقي منذ 3 أيام. كشف حشد الأنبار عن تواجد 3000 إرهابي من داعش في منطقة القائم القريبة من القاعدة الأمريكية بمنطقة البوكمال السورية. القيادي في الحشد قطري العبيدي قال إن معلومات استخبارية أكدت أن معظم الإرهابيين المتواجدين في هذه المنطقة من الذين هربوا إبان تحرير المناطق الغربية من جنسيات أجنبية، مطالبا رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بمفاتحة الجانب السوري لقصف تجمعاتهم. رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي أكد عدم وجود أي قاعدة للقوات الأجنبية على الأراضي العراقية. العبادي خلال مؤتمره الأسبوعي قال إن القوات الأجنبية في العراق لا تعمل إلا بموافقة الحكومة. حول وجود تحالف دولي حول قوات أمريكية في العراق، عدد القوات محدود جدا ولا توجد نية بإعطاء أي قواعد، لا توجد أي قاعدة لأي قوات أجنبية في العراق، يعني قاعدة أقصد تحت سيطرتهم، أنه قاعدة تحت سيطرتهم، لا يوجد أي مطار تحت سيطرتهم، كل القواعد تحت سيطرة العراقية الوطنية، قوات أمنية عراقية. نعم يتواجدون في جزء من هذه القاعدة تحت سيطرة الدخول والخروج، كلها تحت سيطرة قواتنا، التفتيش تحت سيطرة قواتنا، أي طائرة تهبط أو تطير بموافقتنا، أي طائرة تقوم أي عمل بالعراق إلا بموافقتنا، وهذا الصور وطنية عراقية. أنا أدعو لحد يعلم العراقيين الوطنية، إحنا نعلم الآخرين الوطنية. القوات الأمريكية العسكرية اتخذت عدة حجج واهية كتواجد داعش الإرهابي وتدريب القوات الأمنية لتبرير بقائها في العراق وتحقيق أهداف مريبة في البلاد والمنطقة بصورة عامة. القضاء الكامل على داعش، تدريب القوات العراقية، رفع جاهزيتها، حجج واهية عدة تستخدمها أمريكا لبقاء قواتها في العراق. جديد تصريحات البنتاغون تقول إن قواتها ستبقى في العراق لأكثر من 20 عاما، مبينة أنها ليست بحاجة إلى تفويض من أي طرف. تصريحات سرعان ما رد عليها المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، وأشار إلى أن المتحدث باسم البنتاغون كان يشير إلى التفويض من الكونغرس الأمريكي، ولهذا ربطه بين تصريحه وبين التفويض الذي سبق أن أعطي من قبل الكونغرس للقوات الأمريكية 20 عاما. وأكد تقرير نشره موقع ديفينس نيوز الأمريكي المتخصص بالشؤون العسكرية أن الإدارة الأمريكية تستخدم ورقة تهديد داعش مبررا لاستمرار تواجد قواتها في العراق على الرغم من انتهاء وجود داعش، فيما كشف موقع نيوز كوم الأسترالية عن زيارة سرية قام بها القائد العام للقوات الأسترالية السير بيتر كوزغريف إلى بغداد، مبينا أن القوات الأسترالية باقية في العراق وبطلب أمريكي. ولدى أستراليا حوالي 300 عسكري إلى جانب 108 عسكريين من نيوزيلندا في معسكر التاجي في مهمة لتدريب القوات العراقية. ويثير ملف التدريب الذي تقوم به القوات الأجنبية وبقيادة أمريكية في العراق الرأي العام الشعبي، خاصة بعد انتهاء صفحة داعش، ولا سيما أن ملف التدريب الذي يكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة في ظل انخفاض أسعار النفط والتقشف، فضلا عن كونه ذريعة للتواجد العسكري الدائم بحجج واهية لتحقيق أهداف مريبة في العراق خاصة وفي المنطقة عامة. ك
كشف عضو لجنة الأمن والدفاع ماجد الغراوي عن ضغوط أمريكية تمارس على الحكومة العراقية لمنع تمرير صفقة S-400 الروسية. الغراوي أوضح أن شراء هذه المنظومة كان مقترحا مقدما من البرلمان إلى الحكومة بوصفه سلاحا مهما جدا لحماية الأجواء، لكنه جوبها برفض أمريكي صريح ترجم كضغوطات على بغداد، مبينا أن اعتراض واشنطن على الصفقة يبين حجم التحديات الخارجية التي يواجهها العراق. عد عضو مجلس النواب جاسم محمد جعفر توجه العراق نحو التسليح الروسي بسبب الأسعار المضاعفة التي تفرضها أمريكا. جعفر أوضح أن طائرات F-16 أربكت كثيرا الطيار العراقي بعكس السيخوي الروسية التي تتمتع بتمرس عال للخبرات عليها، مشيرا إلى أن الأسعار الخيالية والمضاعفة التي فرضتها واشنطن سبب آخر وراء التحرك نحو روسيا وربما نحو التشيك مستقبلا. أرجأ مجلس النواب جلسته المقررة اليوم إلى غد الخميس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. النائب عن التحالف الوطني رزاق محابس في تصريح لبلاد قال إن الخلافات بين الكتل السياسية بشأن قانون الموازنة حالت دون اكتمال النصاب وعقد الجلسة، مطالبا رئاسة البرلمان بتخصيص جلسة الغد لمناقشة قانون الموازنة والتصويت عليها. اتهم النائب كاظم الصيادي رؤساء الكتل النيابية وبعض السياسيين بعرقلة تمرير الموازنة المالية. الصيادي في مؤتمر صحفي كشف حضور 33 نائبا فقط في جلسة البرلمان اليوم. 30 نائب، وللأسف الشديد خلت كذلك الموازنة من جدول الأعمال، لأن الموازنة اليوم تمرر ضمن أمزجة بعض النواب وبعض الكتل السياسية بعيدا عن تطلعات الدولة العراقية والشعب العراقي. قدمنا وقدم الكثير من المقترحات التي تصب في مصلحة الشعب العراقي، ولكن للأسف الشديد يبدو أن بعض سياسيي الصدفة، بعض رؤساء الكتل المحزوبين على بعض الكيانات والكتل والطوائف والقوميات، يريدون أن يمرروا الموازنة حسب أمزجتهم. أكد عضو اللجنة المالية مسعود حيدر أن التصويت على مشروع قانون الموازنة سيكون بعد اجتماع الرئاسات الثلاث. حيدر في تصريح لنشرة أخبار بلادي قال إن الرئاسات الثلاث ستجتمع يوم غد الخميس لاتخاذ قرار بشأن تمرير الموازنة في جلسات البرلمان. التصويت على الموازنة هذا الأسبوع من إذا غدا سيكون هناك اجتماع للرئاسات الثلاث، بعد ذلك سيتم يعني اتخاذ قرار بشأن التصويت على الموازنة ربما في الأسبوع القادم. دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري جميع النواب إلى حضور جلسة غد الخميس للتصويت على قانون الموازنة. الجبوري قال إن تأخير إقرار الموازنة سيتسبب بعرقلة كبيرة في عمل مؤسسات الدولة، خصوصا في ظل الوضع المالي والاقتصادي الراهن، كما سيتسبب بتنامي حالة الركود في الأسواق وتباطؤ التجارة، فضلا عن المشكلات السياسية التي ستنجم عنها. يبدو أن مشهد الخلافات ما زال يطغى على ملف تمرير الموازنة، خاصة بعد تأجيل جلسة البرلمان لعدم اكتمال النصاب القانوني. نواب كشفوا وجود مساع سياسية قد تفضي لصيغة توافقية ترضي جميع الأطراف. عبد الله النوري. هذا القانون حقيقة الجلسة 13 في الفصل التشريعي الثاني لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ومقاطعة الكتل الكردستانية. الجلسة وبحسب أوساط نيابية كانت مخصصة للتصويت على الموازنة الاتحادية لعام 2018، لأن الخلافات بين الكتل حالت دون ذلك لتؤجل يوما واحدا
عسى أن تتوصل الأطراف لصيغة توافقية تفضي للتصويت على مشروع القانون. لا يمكن أن نبقي باب الحوار مفتوح إلى ما لا نهاية، وعلى التحالف الوطني تحمل مسؤولياته التاريخية أمام أبناء الشعب وتمرير الموازنة بالأغلبية، وهو قادر على ذلك كونه يملك الأغلبية بعد أن يحشد جميع أعضاء الحضور، وبعد أن تتولد لديه الإرادة الحقيقية في تمرير الموازنة بالأغلبية وترك المجاملات. نواب الكتل الكردستانية ما زالوا يتحدثون عن مخصصات الإقليم وضرورة احتساب 17% بدلا عن النسبة السكانية شرط مشاركتهم في التصويت على الموازنة، فيما يقول نواب إن اجتماعا قريبا للرئاسات الثلاث سيحسم الجدل، وقد تمرر الموازنة بتوافق لا بأغلبية. لم يدرج الموازنة على جدول الأعمال، ولم يتحقق النصاب أصلا لعقد الجلسة اليوم، ومن المؤمل أن يكون هناك اجتماع للرئاسات الثلاثة غدا، وعندما تكون هناك مرونة من مجلس الوزراء لمقترحات النواب الكرد سيكون تمرير الموازنة سهلا. هذا ودعت هيئة الرئاسة جميع أعضاء المجلس لحضور جلسة الخميس للتصويت على الموازنة الاتحادية وعدم تكرار الأخطاء السابقة كي لا يعاد سيناريو عام 2014. لا حسم ولا نهاية لجدل الموازنة داخل مصنع القرار، فالاعتراضات ما زالت مستمرة والخلافات ما زالت قائمة في ظل تعنت الكتل الكردستانية التي تصر على مقاطعة الجلسات لحين تنفيذ مطالب الإقليم. من داخل مجلس النواب عبد الله نوري، بلاد الفضائية. كشف مرشح تيار الإصلاح الوطني في محافظة كربلاء المقدسة زمن الكناني عن وجود العديد من المشاريع الخدمية التي ما زالت متلكئة في المحافظة. الكناني في تصريح لنشرة أخبار بلادي قال إن هذه المشاريع صرف عليها مليارات الدولارات لكنها لم تنجز بحجة عدم توفر التخصيصات المالية. المشاريع الباقية المتلكئة، يعني عندنا احنا بأطراف كربلاء مستشفى التركي، إذا سامع بها الإعلام أو إذا سامع بها بغداد أو الحكومة الاتحادية، صار لها سنوات مستشفى رنانة عملاقة تخدم آلاف من أبناء المجتمع، خاصة وجودها حساس جدا في أطراف كربلاء، تقع في أطراف كربلاء تقدر تخدم أكثر من 100,000 مواطن في المنطقة، في هذه المنطقة اللي لا يوجد بها حتى مضم الصحي ما موجود في ذيك المنطقة. يعني إذا لا سامح الله شخص أنه صابته ارتفاع بالحمى راح يضطر الا يمشي اكثر من 15 او 20 كيلو يروح يضرب هذه الابره ويرجع. فناخذ بنظر الاعتبار مشاريع المجار الرئيسيه اللي موجوده كربلاء، عندنا مشروع استراتيجي كبير جدا كربلاء اكثر من 7 سنوات صار له، انصرفت عليه مليارات الدولارات وبعد الحد الان ما مكمل انجازه، ما مكمل نهائيا بحجه التخصيصات الماليه. بعد قرب الانتخابات البرلمانيه سجلت المفوضيه في محافظه المثنى نسبة عالية في عدد المواطنين الذين حدثوا سجلاتهم وسط دعوات إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات. علي حدد. 70% كانت نسبة الذين حدثوا السجلات الانتخابية الخاصة بهم، نسبة أخذت المرأة الحصة الأكبر فيها بحسب تأكيدات مفوضية انتخابات المحافظة، لكنها ترى بأن هذا التحديث قابل للزيادة نتيجة توجه النساء لا سيما ممن هن في الأرياف لتلك المراكز. ستبلغ 75% نسبة التحديث. كانت هناك فئة النساء يعني نسبة الكبيرة والغالبة، ولا زال العمل مستمر من خلال تغطيتكم الإعلامية للمراكز التسجيل التي فيها عملية توزيع بطاقة الناخب، ومن خلال التجوال في المناطق المتعبة تسجل الحالات التي تؤكد الأهمية الواضحة في المشاركة بالانتخابات البرلمانية بشرط اختيار الأنزه. انتخب يمه بس ما انتخب اللي يبوق الوطن وحرامي وبايق مال الشعب، هذا ما انتخب، انا انتخب الزين الحنين قلبه العده مروه وعده غيره براسه على الفقره هاي، وهذا بيت وشافه هذا بيتنا، ما عندنا احد وناس فقره من جد كفيلك ابو فاضل عباس، وما عندنا متر بوطننا متر، احنا عراقيين احنا. وتقوم بعض المنظمات الانسانيه في المحافظه بعقد الندوات المعرفه باهميه المرحله المقبله، حضور كان للنساء فيه البصمة الواضحة بعد الإصرار على التغيير في ظل معاناة السنوات الماضية. إصرار ويعني عزيمة لدى المرأة أنه تخرج وتروح يعني تذهب للانتخابات وأن تدلي بصوتها، لأن صوتها جدا مهم
لماذا تلقي صوتها؟ لأن واقع المرأة في المحافظة واقع مرير، واقع يحتاج إلى الكثير من الترميمات والإصلاحات. حفزناهم وحاولنا أنه وبكل جهودنا نخلي المرأة تقتنع بالمشاركة بهالانتخابات الجاية، لأنه مثل ما نقول هو هالتغيير والأمل الأخير أمام المرأة يعني بصراحة بالمجتمع، لأنه مثل ما جاي نشوف يعني هالقوانين المعرقلة. وتجد المرأة في المثنى بهذه الانتخابات الفرصة الحقيقية لتغيير واقعها المتعبأ، لكنها وفي الوقت نفسه دعت لمشاركة أوسع في الاستحقاق الانتخابي المقبل. من محافظة المثنى، علي حداد، بلاد الفضائية. يواصل تيار الإصلاح الوطني برامجه التثقيفية والتوعوية لمحاربة ظاهرة العزوف من خلال عقد الجلسات والندوات التي تسلط الضوء على الإصلاح عبر بوابة الديمقراطية. تستمر ندوات تيار الإصلاح التثقيفية للانتخابات المقبلة لتنتقل هذه المرة إلى مكتب التيار في بغداد الجديدة. نقاش تناول التغيير والإصلاح عبر بوابة الديمقراطية وأهمية الإرادة الجماهيرية والصوت الانتخابي في رسم ملامح المرحلة المقبلة. جاءت لتحرض وتشجع الناخب العراقي على تحديث البيانات وسجلات الناخبين والمشاركة الفاعلة والمؤثرة في الانتخابات القادمة إن شاء الله. نعم، ستتغير المعادلة وستكون الكلمة الحاكم وهو الناخب في يوم 12 هي فيصل في وزج دماء جديدة نزيهة كفوءة محبة لبلده محبة لشعبه إن شاء الله. فمتى ما كان هذا النائب، متى ما كان هذا المرشح هو الرجل الميداني الذي يعرف بهذه المشاكل، له قبول اجتماعي، له يعني دراية كاملة بالمشاكل التي عرض لها المجتمع، أعتقد هذا راح يكون صوت مدوي تحت قبة البرلمان. نعم، المواطن تعب، المواطن لم يرى نتاج، لم يرى أمور لصالحه، بالتالي هو يطمح إلى وجود الأحسن والأكفأ والأنزه الذي سيحل كل هذه المشاكل العالقة. احنا على قدر فهمنا لهذا الموضوع نستطيع أن نجيب المواطن أنك أنت الذي ستبدأ في التغيير، صوتك أمانة فلا تعطيه إلا لمن يستحق. رؤساء وأعضاء المكاتب والروابط الجماهيرية سلطوا الأضواء على موجة العزوف الانتخابي التي جاءت ربما سخطا على سلبيات البرلمانات السابقة والقيود التي فرضتها المحاصصة وضرورة حماية الشعب والأجيال الجديدة من الفساد والمفسدين. قطعا أنا أعتقد ومن خلال الاشتغال السياسي أن المرحلة القادمة هي مرحلة محاربة الفساد، شئنا ما بينا. لذلك علينا أن ندفع بشخصياتنا الوطنية، شخصياتنا الغيورة، شخصياتنا المجاهدة فعلا لتفعيل خاصية محاربة الفساد في الدورة النيابية القادمة. وكما نأمل أن يكون للدورة النيابية القادمة دور كبير في تحقيق مشوار حكومي جيد، على الأقل ما في هذه المحاصصة ولا في المواقع المتبادلة ما بين بعض الأحزاب على اعتبار أنها استحقاقات انتخابية. الندوة تطرقت إلى الثقافة القانونية وأهميتها في الانتخابات المقبلة مع الأخذ بنظر الاعتبار توصيات المرجعية في انتخاب الأصلح وعدم اختيار المجرب والتركيز على الشخصيات الوطنية المعروفة بنزاهتها وعراقيتها وأياديها غير الملوثة. لبلاد الفضائية، علي رمضان، بغداد. الفساد إرهاب من نوع آخر يدمر البلاد وينهب خيراته. ففي محافظة كربلاء المقدسة تعرضت معدات مشروع السيلو الجديد الذي كلف خزينة الدولة 22 مليار دينار للاندثار. أوساط رسمية حملت الجهات المعنية مسؤولية هدر هذه الأموال وتخزين الحبوب في أماكن لا تتوفر فيها الشروط الصحية. عبد الأمير الكناري. هذه الحاويات في داخلها مشروع سايلو كربلاء الجديد. مشروع سايلو كربلاء الجديد ما زال رابضا في مكانه منذ 2013، مما اضطر كربلاء أن تضع خزينها الاستراتيجي من الحبوب في سايلوات المحافظات المجاورة. حكومة كربلاء المحلية حملت الحكومة الاتحادية المسؤولية. في كربلاء سايلو قديم متوقف عن العمل وآخر جديد، لكنه يقبع في الحاويات ومنذ أكثر من 4 أعوام،
والاندثار أخذ يتسرب لأجهزته ومعداته الدقيقة، وخزن الحبوب يتم إما في سايلوات المحافظات المجاورة التي غالبا ما تستأثر بحصة كربلاء، أو تلقى الحبوب تحت مسقفات لا تتوفر فيها الشروط الصحية. سائل المعدن الألماني اليوم الحاويات أكثر من سنتين متروكة بالأرض، وقد يكون كثير من الاندثار صار في الأجهزة الحساسة، ويأسفنا كل الأسف لن تحول الأموال لإكمال الأعمال التكميلية. اليوم بال 2018 يعني احنا بالنسبة إن لا نقول ولا إنما نقول إنه هذا المشروع مشروع وزاري، فيجب أن يكون جدية بالعمل لغرض إنجاز هكذا مشروع. فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في كربلاء حملت وزارة المالية مسؤولية عدم إكمال مشروع السايلو الذي كلف خزينة الدولة 22 مليار دينار، ووصفت حالها في خزن الحبوب بالصعب وغير المطابق للضوابط والتعليمات الرقابية. وزارة المالية يعني الحقيقة هو الموضوع يمهم، المبلغ اللي مخصص إلى حاول من 2016 ولحد الآن على أساس يعني طول الشركة، ولحد الآن هي أصور شركة الأمل، حصة كربلاء بحدود 15,000 طن، الخزين اللي عندنا بحدود 22، يعني ما يكفينا شهرين. زين، فهذا السائل المعدني طاقة الخزينة 30,000 طن، والقديم أيضا بحدود 11,000 طن أيضا متوقف لحد الآن، جاي نضطر أنه الخزن داخل مسقفات. الشارع الكربلائي أبدى استغرابه من وصول التلكؤ والفساد إلى مشاريع تتعلق بقوت المواطن، ومنها سايلو كربلاء الجديد الذي يستدعي إنجازه قبل فوات الأوان. حاويات من 2013 و2012 و2013 موجودة مخزنة بها مواد الكهربائية، مواد التصفية للحنطة، ويحتاج لها مبالغ إضافية هسه فقط مجرد التنصيب. فيا ترى مجلس المحافظة أو المحافظ أو المفتشية الخاصة بوزارة التجارة عندهم معلومات عن هذه الحاويات اللي تقريبا إذا هسه نروح نوصل لها ونشوفها أكيد إكسباير مليون بالمية، منتهية فعاليتها. فالثمن الحمد لله والشكر هو بس الشعب العراقي جاي يدفع الثمن، وابن كربلاء يعني أربعة أشهر صار طحين ما محصل بالوجبة. من كربلاء المقدسة عبد الأمير الكناني، بلادي. ضمن جهودها الرامية لتعزيز الأمن، عقدت وزارة الداخلية مؤتمرا عشائريا موسعا للتخفيف من حدة النزاعات والكف عن الممارسات التي من شأنها زعزعة الاستقرار. صباحك. لأنها الحلقة الأهم في استتباب الأمن في بغداد وبقية مدن العراق، بعض شيوخ ووجهاء العشائر في العاصمة بكرخها ورصافتها وحزامها اجتمعوا في قاعة الشهيد أحمد الخفاجي بمبنى وزارة الداخلية لتوقيع وثيقة شرف هي بمثابة قانون يلتزم به المتفقون، ينص على فقرات عدة محصلته الجمعية احترام الدولة والقانون والتعاون فيما يخص تسليم المطلوبين والكف عن الممارسات التي من شأنها زعزعة أمن البلاد. هذه العشائر الكريمة التي كانت على مر التاريخ والزمن في العراق هي مساندة لوحدة العراق، مساند المرجعية الدينية، قضى على تنظيم داعش الارهابي وقبل القاعدة وبالعشائر وأدة الطائفية، وبالتأكيد هذه المساندة الحقيقية اليوم الداخلية تسعى للاستفادة من كل العشائر العراقية الأصيلة لحفظ الأمن واستقراره. هذه الوثيقة فيها الكثير من النقاط المهمة التي سوف تسهم إيجابيا في حل الكثير من الإشكالات وأيضا الانتهاء من كثير من الظواهر. لعل من النقاط المهمة هو الدعم الكامل من العشائر لجميع القوات المسلحة، والامتناع عن العادات الضارة والمخالفة للقانون مثل إطلاق العيارات النارية في المناسبات، وأيضا حصر السلاح بيد الدولة، والابتعاد عن القوامة والدقة وغيرها. من حضر في المؤتمر من زعماء القبائل وشيوخ العشائر أبدوا استعدادهم التام للوقوف بوجه المسيئين والمعتدين ممن يستغلون عباءة عشيرتهم للتعدي على المواطنين وأفراد القوات الأمنية، مع استفحال ظاهرة المساءلة العشائرية لبعض أفراد قوى الأمن أثناء تنفيذ مذكرات إلقاء قبض أو قيامهم بواجبهم المعتاد في حماية المواطنين وتوفير الأمن لهم. احنا متعاونين مع الجهات المعنية ومع الدولة ومع القانون، بس اكو شغلات الحقيقة تدخل خارج نطاق العشيرة. يعني أبدينا وأعلنا للسيد الوزير كعشائر في بغداد من رؤساء عشائر ومن وجهاء ومن سادة حضور هذا المؤتمر التعاون الجاد والتعاون التام مع الجهات الأمنية. الكلمة الفاصل للقانون، والشيوخ العشائر تعهدوا ووقعوا وثيقة
للحد من هذه المشاكل اللي تحدث. وتسهم تلك المؤتمرات بالتخفيف من حدة الخلافات والنزاعات التي قد تكون قائمة بين شيوخ ووجهاء حاضرين في المؤتمر بتوفير فرصة اللقاء المباشر والذي ينتج عنه غالبا التراضي والتفاهم على بعض النزاعات القائمة وحلها بوساطة المنظمين وبعض الساعين لدرء خطر ما ينتجه النزاع العشائري من صدام دموي تشهده أحياء بغداد وبعض المحافظات بين الحين والآخر. صباح حكيم، قناة بلاد. لا توجد وسيلة أبلغ من الصورة في وصف واقع مأساوي يتنوع ما بين مشرد ويتيم ومتسول ومريض. عجزت كثرة مؤسسات الدولة المعنية عن انتشالهم من هذا الحال المسري. وسيلة أحمد. قد لا يدرك أصحاب المنازل الفارهة والسيارات المكيفة ما يدور في كواليس هذا البلد الذي يتغنون بتاريخه وحجم خيراته، لتصبح كاميرات الهواتف النقالة وسيلة النقل الحقيقي للواقع بلا تزييف. وكوين؟ أبو عمي. الله يرحمه. ايش قد عندك اخوان؟ بس اثنين. زين كلكم تشتغلون هنا؟ لا. كلكم تشتغلون هنا؟ لا، واحد يشتغل بالله يبيع علالي بالسنة. انت ايش قد عمرك؟ ما اعرف. ما تعرف عمرك؟ زين مداوم مدرسة قبل؟ بس من قبل ما يموت أبوي. أبوك شلون مات؟ بالطائفة. متسولون ومشردون تكاد أن تقيئهم الشوارع بعد أن امتلأت بهم. التفكك الأسري حدا بهذا العجوز المشرد أن يترنم بفعل ابنه العاق. يا وليدي الكبر مرمرني أو ساعدني. مآس أخرى صورها بعضهم لأطفال يعيشون دون أب وأم بعد أن توفيت الأخيرة وألقي أباهم في السجن ظلما. وين بابا؟ بابا في السجن. شنو السبب راح للسجن؟ تهمة باطلة. شنو يعني شنو تهمة باطلة؟ يعني صار تهمة والعشائر باطلة وسجنه. ايه؟ كم سنة؟ 20. 20 سنة. وماما وينها؟ ماما متوفت سبب الوفاة ساعة توازت المستشفى ظلت من 10 أيام هيك وتوفت. وهنا طفل يفترش الرصيف. نايم بنص الشارع يم الحاوية ما الزبالة. ايش بيها الطفل خطير؟ ليش ما يهلك؟ ما يحرق القلب في هذا البلد هو مشهد الأمة العراقية التي طالما دارت رحى الحروب في قلبها قبل الميادين، وهي الآن تعيش على ما يجود به الشارع عبر التسول أو البيع في الزحامات. الأنكى من كل ذلك هو وجود أكثر من وزارة ومؤسسة معنية بهذا الشأن، بجيوش من الموظفين الجرارة والتخصيصات وما إلى ذلك، وحين يسأل مسؤول تكون إجابته أسوأ من فعله عندما يقول أن هذه المشاهد ترتبط بمافيات وعصابات وغيرها، ليكون السؤال هل أن البلاد مفروطة العقد إلى هذا الحد؟ حسين أحمد، قناة بلاد الفضائية. شاهدنا نشرتنا مستمرة، هذا تذكير بالعناوين. مثمنا مواقف روسيا، الدكتور الجعفري يدعو لمشاركة دولية فاعلة بإعمار العراق ويشيد بتطور علاقات بغداد وموسكو. بهدف اجتثاث الإرهابيين والانفصاليين تشكيل غرفة عمليات خاصة في كركوك واتهام كردستان بزعزعة استقرارها. كالمعتاد مجلس النواب يخفق بحسب مصير الموازنة وتمريرها رهن اجتماع الرئاسات الثلاث. الإرهابيون يجددون استهداف معبر الوافدين في الغوطة الشرقية وترقب حذر يسود الهدنة.
وكنيسة القيامة تعيد فتح أبوابها، والفلسطينيون يتصدون لاعتداءات الاحتلال في الخليل ورام الله. شهد معبر الوافدين في الغوطة الشرقية لدمشق سقوط قذائف مصدرها الجماعات الإرهابية في محيط المعبر، لكن من دون سقوط إصابات وفق ما أفاد به مراسلنا. ويسود المعبر حالة من الترقب مع سريان الهدنة التي أعلنتها موسكو. وفيما انتظرت الحافلات خروج المدنيين عند المعبر لم تسجل مغادرة أي منهم. هذا وقد وثقت كاميرا بلاد الفضائية معبر الوافدين في الغوطة الشرقية لدمشق والمخصص لخروج المدنيين منه والذي استهدفه الإرهابيون عدة مرات. سامر زرقا. عدة قذائف استهدف بها المسلحون المعبر الإنساني المخصص لخروج مدنيي الغوطة والذي افتتح بين الغوطة الشرقية ومخيم الوافدين برعاية روسية وبتسهيلات من الدولة السورية، لكن مسلحي جيش الإسلام وجبهة النصرة وغيرهم لم يكتفوا بالإعلان عن رفضهم السماح بخروج المدنيين، وإنما قطعوا المعبر ناريا عبر استهدافه بوابل من رصاص القنص والقذائف محتفظين بالمدنيين كدروع بشرية. نحن الآن في منطقة مخيم الوافدين وفي المعبر الإنساني الذي فتحته الدولة من أجل عبور المدنيين من منطقة الغوطة باتجاه مناطق الدولة السورية، حيث تجهز الإمكانيات وكل الاحتياجات اللازمة للمدنيين هنا في هذه المنطقة، ولكن حتى الآن الجماعات المسلحة لا زالت تمنع المدنيين من العبور إلى هذه المنطقة ومن تجاوز مناطق مسلحية إلى مناطق الدولة. هناك إصرار من قبل المسلحين على استمرار اتخاذ المدنيين كدروع بشرية. حتى الآن 5 قذائف هاون سقطت على هذا المعبر، رصاص القنص أيضا من جهة المسلحين يستهدف المعبر مانعا أي من المدنيين من التقدم إلى هنا. طبعا هناك قرار من قبل المسلحين وقادة المسلحين بمنع أي مدني من الالتجاء إلى مناطق الدولة. الدولة السورية التي وفرت كل المستلزمات والاحتياجات لخروج المدنيين من حافلات ونقاط طبية ومراكز إيواء بقيت فرقها على أهبة الاستعداد للتعامل مع التطورات، كما حضرت نقاط الإشراف الروسية على المعبر والتي سجلت خروقات المسلحين وعدم التزامهم بالهدنة. أما أهالي مخيم الوافدين الذين عانوا الويلات من قذائف المسلحين فكانوا ينتظرون خروج مدني الغطاء المحتجزين بفارغ الصبر. هون مخيم عند المعبر اللي بوصل دوما على مخيم الوافدين، ونحن هون فتحنا المعبر، جتنا أوامر نفتح المعبر للمصابين اللي بده يطلع الكل، بس المسلحين عم يمنعوا الكل يطلع، المدنيين ما عم بخلوهم يطلعوا، حاطينهم يعني دروع بشرية وما بخلوهم يطلعوا، وهالشي يعني عبر بطنا نحن ما عم نحسن نتصرف. نحن من سكان مخيم الوافدين وعلى تماس مباشر مع المجموعات الإرهابية المسلحة بدوما، وعانينا كتير يعني خلال الأزمة من قذائف الهاون اللي كانت تنزل علينا، فكنا مستبشرين خير اليوم انه يطلعوا المدنيين من جوا، بس الشباب المجموعات الإرهابية ما خلون المجال بالقنص وبالقذائف الهاون، فما في حدا طلع يعني. يعني مثل ما شايفين المسلحين ما عم يخلوا المواطنين الآمنين يطلعوا من خلال استهدافهم قذائف الهاون، قذائف الحق تبعهم، يعني الدولة ما خلت شيء ما أمنته، شو مثل ما شايفين الباصات كل شيء أمنته، بس هنون هيك فكر إرهابي فكر تكفيري، يعني الشام ما خلصت منهم من قذائفهم من الهاون. ورغم عدم تجاوب المسلحين مع الهدنة الإنسانية واستهدافهم للمعبر الإنساني، إلا أن المعبر المخصص لخروج المدنيين سيبقى مفتوحا بشكل يومي من 9 صباحا وحتى 2 ظهرا، بما يؤكد رغبة الدولة بتحرير مدنيي الغوطة، وبما يدين المسلحين المختبئين خلف المدنيين. سامر زرقا، بلاد الفضائية، مخيم الوافدين، ريف دمشق. رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا سيرغي كورالينكو أعلن أن الإرهابيين في الغوطة الشرقية هاجموا الممر الإنساني ومواقع للقوات الحكومية خلال الهدنة الإنسانية، ودعا الإرهابيين في الغوطة للسماح للمدنيين بالخروج إلى مناطق آمنة.
خلال الهدنة الإنسانية أطلق المسلحون قذيفتي هاون على الممر الإنساني من المنطقة الواقعة بين حرست ودوما. القذيفتان أصابتا الأرض على بعد 500 متر من الحاجز. أيضا خلال الهدنة الإنسانية واصل المسلحون هجومهم على مواقع القوات الحكومية في حزرمة والنشابية ومواقع أخرى. هذه الهجمات ترافقت مع قصف مكثف بالمدفعية والأسلحة الخفيفة. مركز المصالحة الروسي يضمن سلامة المدنيين الذين يغادرون الغوطة الشرقية ويبذل قصارى جهده للتمسك بوقف إطلاق النار ومراقبة الهدنة الإنسانية في منطقة خفض التصعيد هذه. ندعو زعماء الجماعات المسلحة في الغوطة الشرقية للحفاظ على وقف إطلاق النار وعدم منع المدنيين من الخروج إلى مناطق آمنة. في هذه الأثناء حرر الجيش السوري حوش ظواهر وأصبح على دوار بلدة الشوفينية شرق مدينة دوما بالغوطة الشرقية وفق ما أكدته مصادر ميدانية. المصادر توقعت أن يجري تحرير بلدة الشوفينية خلال الساعات المقبلة في وقت يواصل فيه الجيش السوري تقدمه على محور إدارة المركبات بمسافة تزيد على كيلومتر ونصف الكيلومتر باتجاه حي العجمي. على خط آخر، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإرهابيين في الغوطة يقصفون دمشق يوميا بنحو 70 قذيفة بما فيها منطقة السفارة الروسية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المنظمات الإرهابية داخل الغوطة وتستخدمها قاعدة لقصف المناطق الأخرى. بعض الجماعات الإرهابية لا تزال موجودة في الغوطة الشرقية وتستهدف أحياء سكنية في دمشق بما في ذلك السفارة الروسية. آفاق التسوية في سوريا مرهونة بالأطراف المتحاربة، وبالرغبة الداخلية لتحقيق التسوية والحفاظ على وحدة الأراضي وسيادة البلاد، موسكو تسعى إلى إطلاق العملية الدستورية الخاصة بإعداد القانون الرئيسي للبلاد. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بدوره أكد أن الحكومة السورية وروسيا وضعتا ممرات آمنة لإدخال المساعدات للغوطة الشرقية، لكن الإرهابيين يواصلون استهدافها، مشددا في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف على أن موسكو ستواصل دعمها للجيش السوري حتى القضاء على الإرهاب. ضروري إفادة بعثة تقييم مشتركة من الصليب الأحمر الدولي إلى الرقة بعدما حولتها طائرات التحالف الأمريكي إلى أنقاض ودمرت بنيتها التحتية بالكامل وتركت حقول الألغام فيها من دون إزالتها. هذا والتقى لافروف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفن دي ميستورا الذي أكد استمرار المحادثات مع روسيا في جنيف لوقف إطلاق النار في الغوطة. دي ميستورا أضاف أن الهدف من الهدنة السماح بإجلاء المدنيين من المناطق التي تخضع لحصار الإرهابيين بالقرب من دمشق، كما أشار إلى أنه تمت مناقشة مع لافروف بشأن تسريع عمل لجنة الإصلاحات الدستورية في سوريا التي انبثقت عن مؤتمر السوتشي. بحثنا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كيفية تسريع تأليف اللجنة الدستورية، كما ناقشنا مطولا كيفية التأكد من تنفيذ القرار الأممي 2401 بالكامل فيما يتعلق بالغوطة وبقية أنحاء سوريا. كما أكد مبعوث سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف حسام الدين علاء أن بلاده لا تملك أي ترسانة للأسلحة الكيماوية، ورفض ما وصفها بالمزاعم الكاذبة التي تطلقها بعض الدول ضد حكومته. في هذا الإطار أن أكرر إدانة سوريا القاطعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة من قبل أي كان وفي أي مكان وزمان، وأن أشدد على أن استمرار حصول الجماعات الإرهابية مثل داعش والنصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية على المواد الكيميائية السامة واستخدامها هو أمر بالغ الخطورة يجب التوافق على السبل الأمثل لمنعه بعيدا عن الفبركات والاعتبارات الانتقائية والأهداف السياسية الضيقة. مشاهدينا، ولمزيد من التفاصيل ينضم لنا عبر الهاتف مباشرة من العاصمة السورية دمشق المحلل السياسي الأستاذ سومر صالح. كل التحايا لك أستاذ سومر على شاشة بلادي في نشرة أخبارها. يعني اتهامات روسيا سيد الفاضل وسوريا للإرهابيين بإفشال هدنة الغوطة الشرقية، السؤال ما البديل الآن أمام موسكو للتعامل مع هذه الأزمة؟ لك الكلمة أستاذ.
نعم، على بداية هي أزمة أكثر من أزمة، هي على عتبة حرب. اليوم الاشتباك الأمريكي الروسي هو اشتباك قد يصل إلى مرحلة اشتباك أكثر من سياسي. عندما قام السيد بوتين بفتح ممرات إنسانية بالتعاون مع القيادة السورية، هنالك فصائل مرتبطة مع واشنطن قامت بالقصف. اليوم نحن نتحدث عن فقط عن أزمة في سوريا مساحتها 100 كيلومتر مربع وهي الغوطة الشرقية. نحن نتحدث اليوم عن قصف أمريكي على فصائل قريبة وموالية للدولة السورية، ما يعرف بالدفاع الوطني أو القوات الشعبية السورية. نحن نتحدث عن إمكانية وكان هناك مخطط أمريكي لبناء قاعدة جوية في منطقة الغوطة الشرقية. نحن نتحدث عن مشروع أمريكي لتقسيم سوريا. نحن نتحدث عن مشروع أمريكي لربط مخيم الركبان مع التنف مع الخلمون الشرقي مع الغوطة الشرقية. إذا اليوم نحن نتحدث عن مشروع قرار سيكون ما بعده هو قرار الحرب، وما نسمعه وما نراه اليوم في وسائل الإعلام أننا بلغنا إلى مرحلة قريبة مما كانت في نهاية العام 2013 إبان صدور القرار 2018. ولكن حتى هذه اللحظة على ما يبدو الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع إيجاد ذريعة على شكل الذرائع الكيماوي في خان شيخون والغوطة الشرقية، وهي تبحث عن ذريعة جديدة. كان هناك الضغط من ناحية الملف الكيميائي ومن ناحية أخرى على الملف الإنساني. إذا نحن نتحدث اليوم بغض النظر عن الاعتبارات الإنسانية والإعلامية، نحن نتحدث عن اليوم عن إمكانية اصطدام مباشر بين الدولة السورية مع الجيش الأمريكي. وتكلم السيد بشار الجعفري بشكل واضح من مجلس الأمن عن حق سوريا في المقاومة بقدر ميثاق 51 ميثاق الأمم المتحدة. إذا كل هذه الضجيج الإعلامي حول الكيماوي وحول الملف الإنساني هو فقط لإيجاد ذريعة للاصطدام المباشر، نحن نحذر من كارثة. لأن اليوم حدث إسقاط الطائرة والاشتباك مع القوات التركية في عفرين وما شابه هو قرار حرب بالنسبة للمحور بكامله. طيب اتفقنا على أنه قرار حرب. طيب أستاذ سومر ضيف العزيز، يعني وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن بلاده لا تعارض أي اتفاق يقضي بخروج الإرهابيين من الغوطة، والسؤال هذا يعني أن هذا المسار هو الذي تطمح إليه دمشق وموسكو؟ الحرب أنا أتكلم عن محاولة الروسية لنزلة في الحرب. سأنتقل من المقلة الثاني للسؤال، لماذا كان سابقا لحد 22 الشهر الحالي كان هناك ما يرى بمناطق تخطيط التصعيد، وكانت الاولويه لمناطق تخطيط التصعيد في السنه هي لاخراج جبهه النصره من تلك المناطق، والاولويه هنا هي للفصائل وليس للدوله السوريه. اذا اليوم بعد مضي هذه الفتره وبعد انتهاء مناطق تخطيط التصعيد في سوريا لم تلتزم هذه الفصائل، وبالتالي لماذا طرح هذا الموضوع بعد انتهاء ما هذه القضيه وطرح موضوع 15 يوم واجلاء دولي؟ اليوم ما يتم الكلام عنه هو وجود قد يكون خبراء دوليين، قد يكون خبراء للجيش الامريكي في الغوطة الشرقية، ورأينا سابقا هذه الحالة تكررت في القصير عندما أصبح المقاومة اللبنانية حزب الله وضعت هذه العملية وقامت باعتقال الكثير من الضباط، وفي بعض عمر في حمص حصلت، واليوم في الغوطة الشرقية كل هذا الضجيج والهلع هو فقط لإخراج هؤلاء. هذه نقطة. النقطة الثانية التي نتكلم عنها بشكل واضح. نعم باختصار لو سمحت أستاذ سومر عذرا. لا باختصار تكون هناك كافة الخطوات التي تنزع قبيل الحرب. إذا كان هناك من قرار ولية فهي لا تتفق لإخراج هؤلاء المسلحين، لأن تركيا ترفض خروجهم باتجاه الشمال السوري، وبالتالي الأولوية هي لقتالهم وبالتالي القضاء عليهم في الغوطة الشرقية. فهل ستلتزم هذه الفصائل الثلاث المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية لقتال جبهة النصرة في الغوطة الشرقية؟ هو السؤال المهم وأيضا رسم الولايات المتحدة الأمريكية. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الفاضل سومر صالح المحلل السياسي، كنت ضيفا عزيزا علينا في نشرة أخبار بلادي عبر الهاتف من دمشق. دفع المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيراني حسين نقوي حسيني مزاعم وجود قاعدة عسكرية لبلاده في سوريا، مشيرا إلى أن هذه أمور تختلقها أمريكا والاحتلال الإسرائيلي لتوجيه الاتهامات إلى إيران. المسؤول الإيراني نفى كذلك استهداف الاحتلال لما تقول إنها قاعدة إيرانية جنوب دمشق في كانون الأول الماضي. أعادت كنيسة القيامة في القدس فتح أبوابها مجددا بعد إغلاق دام 3 أيام احتجاجا على فرض الاحتلال ضرائب على الممتلكات الكنسية. جاء هذا الإجراء تنفيذا لقرار اتخذه رؤساء الكنائس بالقدس بعد أن علق الاحتلال إجراءات فرض الضرائب وقررت تشكيل لجنة لبلورة خطة لحل هذه القضية. في نابلس التي اقتحمها الاحتلال الإسرائيلي اندلعت مواجهات مع عشرات الفلسطينيين الذين أغلقوا الطرق المؤدية إلى قبر النبي يوسف عليه السلام، كما اقتحم عشرات المستوطنين بحماية الاحتلال شارع القدس شرق المدينة، بينما أصيب عدد من الطلاب بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل ومخيم الأمعري برام الله.
لذلك اعتقلت سلطات الاحتلال 17 فلسطينيا في عدد من مناطق الضفة الغربية. أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده تتطلع للتعاون مع دول العالم لكنها لن تخوض حوارا بشأن قدراتها الدفاعية. روحاني دعا بريطانيا والولايات المتحدة إلى وقف بيع الأسلحة للرياض لأنها تستعملها بقتل المدنيين اليمنيين. لا حاجة لنا إلى الأجانب لتوفير الأمن في المنطقة، لكننا نؤكد استعدادنا للتنسيق والحوار مع الدول الجارة والصديقة لاتخاذ الترتيبات الأمنية اللازمة في المنطقة وتوفير أمنها بالاتكال على أنفسنا ومن دون الحاجة إلى الأجانب. إيران بلد الأمن والأمان، وهي توفر الأمن للمنطقة والعالم. أمريكا لجأت إلى مجلس الأمن الدولي مجددا لاستغلال قضية اليمن ضد إيران، لكنها فشلت، وهي اليوم منزوية وستزداد عزلتها مع كل مؤامرة ضد إيران. نحن نقدر مواقف جارتنا روسيا الحكيمة والصحيحة وكذلك مواقف بعض الدول الأخرى في مجلس الأمن الدولي، وندين مواقف أمريكا وبريطانيا لأنهما تسعيان للتآمر على الشعب الإيراني. رأى رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي أن تصريحات الأمريكيين بشأن الملف اليمني تحمل كثيرا من المغالطات. الحوثي تحدى واشنطن بأن تمثل أمام محكمة الجنايات الدولية ولجنة مستقلة ونزيهة لإثبات أي دليل حول معرفة من يقتل اليمنيين ويرتكب الجرائم اليومية ضد الشعب اليمني. الحوثي أشار إلى أن المبعوث الأممي لليمن ولد الشيخ أحمد ارتكب أخطاء كبيرة كان آخرها طلب التنازل عن اليمن لصالح التحالف السعودي. ميدانيا تمكنت القوة الصاروخية والمدفعية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية من استهداف معسكر جبال العقبة التابع لقوات التحالف السعودي بجيزان وتحقيق إصابات مباشرة. مراسل بلادي كشف أن القوات اليمنية استطاعت قنص جنديين من جنود التحالف قبالة منفذ علب بعسيرة إلى جانب مصرع وإصابة 13 من جنود التحالف بعملية قدص في مناطق متفرقة من جبهة الصرواح في مأرب. من جهة أخرى شنت طائرات التحالف السعودي غارات على وادي جارة بجيزان وعلى منطقة مجازة في عسير. غيب الموت المفكر العراقي الدكتور فالح عبد الجبار عن عمر ناهز 70 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال استضافته من بيروت في أحد البرامج التلفزيونية. حسين عياد. اتصالي بسيارة إسعاف. خطف الموت المفكر العراقي الدكتور فالح عبد الجبار عن عمر ناهز 70 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال استضافته من بيروت في برنامج تلفزيوني. خبر الوفاة نزل ثقيلا على محبيه ومن عايشوه. انتقلنا إلى شارع الحمراء وسط بيروت قاصدين مكتبه في مركز الدراسات الاستراتيجية للوقوف عند آخر محطاته التي لا تخلو من الفرح والعطاء. أول وحدة بلغت بخبر وفاته كانت صدمة كتير لإلي كبيرة. ما كنت ولا بحياتي استوعب أنه دكتور فالح جبار يقدر يستسلم للموت. يعني وكبته بالمستشفى وكان واقف قلبه وناطرة منه يقوم، ناطرة منه يحكيني انه عملي هيك زبطي هيك، لان كان بكل مرضه بكل ايام حياته مرة راح عمل عملية، حط عملية بطارية بقلبه، من المستشفى اجا على المكتب ليتابع العمل. هو احد اعلام التنوير الفكري في العالم العربي وقامة ثقافية عراقية مميزة وعلم من أعلام العراق في علم الاجتماع. هو فقد كبير أن يخسر العراق، أن تخسر الثقافة، أن يخسر يعني الاجتماع. شخصية وقامة كبيرة إنسانية بقامة الدكتور فالح عبد الجبار. حتى كل من رثى الدكتور قال هو آخر علماء الأنثروبولوجي، لأنه غير أنه عالم اجتماع وباحث وأكاديمي، الدكتور فالح عبد الجبار كان صاحب الفضل الأول والأساس على كل النخب الإعلامية والثقافية والفكرية والثقافية بعد 2003، لأنه فتح مركز دراسات الاستراتيجية
الخارجية العراقية، وكان يهتم بما يتعلق الصحافة الاستقصائية، حقوق الإنسان، التنمية البشرية، القصة الخبرية، كل ما يتعلق بالعدالة الانتقالية كان يشرف على تدريب هذه الكوادر والنخب. بغصة وحرقة قلب ونحن نقلب في ذكريات الراحل صفحات من تاريخ مشرق بالعطاء والأمل، استوقفتنا صور تحمل محطات كثيرة لأعماله من دورات ثقافية وفكرية وإعلامية رسمت أفقا جديدا للفكر العربي، حيث تتلمز على يديه العديد من الشخصيات العراقية والعربية. قصص اللي كان يحكي ليها يعني بالنسبة لي هي كنز أبويا، لأنه شغله كان كثير معقد، فما كان يقدر يشرح لي إياه، حتى احنا ما شفناه، بس هو كان يريد يشتغل حتى انتو اللي بالعراق تستفادون من عبقريته. ما كان يريد مناصب، ما كان يريد اي شيء، ولا يريد فلوس ولا يريد، ورشحه ما قبل، ما يريد، لأنه بالنسبة له هو العراق هو كان الفوز الأعظم. مع رحيله افتقد العراق والعالم العربي قامة فكرية وثقافية مميزة وعلما من أعلام الوحدة في مواجهة العنصرية والتطرف. هنا داخل هذا المستشفى طوى الدكتور فالح عبد الجبار آخر صفحات عمره، تاركا خلفه سجلا طويلا وحافلا بالفكر والأدب، أبعد من حدود الوطن، بعيدا عن المذهبية والطائفية، علّه يبقى إرثا ثقافي ينير دروب الأجيال القادمة. من أمام مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، حسين عياد، قناة بلاد. إلى العناوين مشاهدينا. مثمنا مواقف روسيا، الدكتور جعفر يدعو لمشاركة دولية فاعلة بأعمار العراق ويشيد بتطور علاقات بغداد وموسكو. بهدف اجتثاث الإرهابيين والانفصاليين تشكيل غرفة عمليات خاصة في كركوك واتهام كردستان بزعزعة استقراره. كالمعتاد مجلس النواب يخفق بحسم مصير الموازنة وتمريرها رهن اجتماع الرئاسات الثلاث. الإرهابيون يجددون استهداف معبر الوافدين في الغوطة الشرقية وترقب حذر يسود الحدود. وكنيسة القيامة تعيد فتح أبوابها والفلسطينيون يتصدون لاعتداءات الاحتلال في الخليل ورام الله.